بتقول ايه للزمالك بعد ما فاز بالسوبر الافريقي؟ والله انا فرحان جدا ان هو فاز بالسوبر الافريقي، يعني عايزه يبقى في تقدم بقى ده، يعني دايما مش عايزين يخسع تاني، وعايزين يبقى يعني عايزين مستوى الكوره يرتقي ويرتفع في مصر. انا عشت ليله ما شفتهاش بقالي كتير قوي، احلى ليله من بعد الكونفدراليه ان انا كسبت بطل افريقيا مرتين ورا بعض. هو فريق كبير ويستحق والله المكسب، وخدنا الكونفدراليه والقصه السوبر افريقي وبقينا بطل القاره. انتوا فريق جامد، بس ايه، تتعاونوا مع بعض والعبوا بروح حلوه، والله ما يبقى في فريق زيكم في مصر. دلوقتي انا كاهلاوي فرحان ان الزمالك كسب، عشان يعرف الترجي ان افريقيا تحت السيطره، هي ليها ملك واحد بيلبس مره احمر ومره ابيض، مش فارقه بقى مين اللي يكسب، اهم حاجه ان البطوله في مصر. بالنسبه ان هو يكسب دي حاجه حلوه، يعني مش نضحك على بعض، بس يعني كان نفسي في المستوى يكون احسن. ودينا يعني عملنا حاجه مع فرقه مبهدلانا بقى لها سنتين يعني. والله احنا نقول مبروك لنادي الزمالك ومستنينكم في السوبر المصري. اقول له الف الف مبروك، عشان فريق نادي الزمالك فريق 100 100، واحنا مدرسه. شد حيلك في الماتش الجاي.